بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام. إليكم النشرة الأخبارية لهذه الساعة، والبداية من أهم وأبرز العناوين. وزير العمل يعلن فتح باب الشمول المعين المتفرغ. وفي بغداد ومحافظات عدة تظاهرات للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب. والعراق يحتل المرتبة 78 عالميا والثامن عربيا بأكثر الدول فقرا في 2023. وبعد أيام من الانخفاض، أسعار الدولار تعاود الارتفاع مجددا بالعراق. متابعينا الكرام، حتى لا يفوتكم أخبار العراق العاجلة، يرجى دعم الصفحة بلايك ومتابعة. إليكم تفاصيل الخبر الأول. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اليوم الاثنين عن فتح باب الشمول الجديد براتب المعين المتفرغ. وذكر الوزارة في بيان أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أعلن اليوم عن فتح باب الشمول الجديد براتب المعين المتفرغ من خلال بوابة أور الإلكترونية ابتداء من الساعة 9 من الصباح اليوم الموافق 2023/5/1. من جانبه، أوضح رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكر عبد الرحيم وفقا للبيان أن آلية التقديم تكون من خلال التقديم الإلكتروني عبر الأنترنت دون مراجعة الهيئة، مشيرا إلى ضرورة ملء حقول الاستمارة الموجودة على منصة أور الإلكترونية والتأكد من دقة المعلومات الشخصية للمتقدمين مثل نوع العرق والتحصيل الدراسي مع تثبيت رقم هاتف صحيح، ومن ثم حفظ الرسالة النصية التي تصل على الهاتف الشخصي للمتقدم. وأكد أنه في حال وجود نقص أو بيانات خاطئة تهمل الاستمارة، لافتا إلى أن التقديم ستكون مفتوحا خلال 24 ساعة عبر الرابط الإلكتروني. الخبر التالي. في بغداد ومحافظات عدة تظاهرات للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب. أفاد المراسل اليوم الاثنين بقطع الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير ببغداد. وقال مراسلنا إن القوات الأمنية قطعت الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير ببغداد بسبب التظاهرات المطالبة بقانون سلم الرواتب وتوحيد مخصصات للموظفين. الخبر التالي. احتل العراق المرتبة 78 عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال العام 2023 وفقا لمجلة فاينانس المتخصصة بتصنيف دول العالم. وذكر مجلة في تقريرها لشهر نيسان لعام 2023 ان العراق احتل مرتبة 78 من اصول 193 دولة مدرجة بالجدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، متقدما مركزا واحدا نحو الفقر بالمقارنة عن العام 2023 الذي كان يحتل المركز فيه 79. وذكر أن دول جنوب السودان احتل المرتبة الأولى كأكثر دول العالم فقرا، تاليها بروندي ثانيا، فيما احتلت جمهورية جنوب أفريقيا المرتبة الثالثة، ومن ثم جاء جمهورية أفريقيا الوسطى رابعا، وجاءت الصومال وجمهورية الكونغو وموزمبيق والنيجير ومالاوي وتشاد عند المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب، فيما تدليت إيرلندا ولوكسمبورغ وسنغافور الترتيب بأقل دول العالم فقرا. وعربيا، جاء الدول العربية الأكثر فقرا هي الصومال بالمرتبة الأولى، تاليها ثانيا اليمن، ومن ثم أريتريا ثالثا، والسودان رابعا، ومن ثم موريتانيا خامسا، والمغرب سادسا، والأردن سابعا، والعراق ثامنا، وتونس تاسعا، والجزائر جاء بالمرتبة العاشرة. الخبر التالي. بعد أيام من الانخفاض، أسعار الدولار تعاود الارتفاع مجددا بالعراق. عاودت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين الارتفاع أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالآتي: أسعار البيع 143 و250 دينارا لكل 100 دولار، وأسعار الشراء 141 و250 دينارا لكل 100 دولار.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم الاثنين 1 مايو من عام 2023، ولا تنسوا دعم الصفحة بلايك ومتابعة، والسلام عليكم.